أهلا وسهلا بالدكتور سامي ومعالي الوزير والزملاء ومشاهدي الكرام، وأسعد وأتشرف بأن أطلع عبر برنامجكم العريق لأول مرة. أهلا وسهلا فيك. يعني كنا نتحدث مع معالي الوزير، لا أدري إذا كنت معنا منذ بداية هذه الحلقة، عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، عن القمة المقبلة عندكم في السعودية. أولا بالمعلومات، هل وجهت الدعوة إلى الرئيس السوري؟ لأنه الليلة آخر خبر وصلنا أنه استأنفت السعودية عملها الدبلوماسي في أو بعثتها الدبلوماسية في دمشق. هل هذا يعني؟ بالفعل تفضل. بالفعل دكتور سامي، كنت أريد أن أنوه عن هذا الخبر اللي توه جاء عاجلا، بأن السعودية أعلنت عن افتتاح بعثات دبلوماسية في سوريا، وهذا التطور متوقع وطبيعي يندرج مع الانفتاح السعودية على شفاف الجمهورية السورية. الدعوات في رأيي أنها بدأت الليلة الماضية في فخامة الرئيس الجزائري واللقاء الذي جمعه به سمو وزير الخارجية وتسلم الرئاسة رئاسة القمة للمملكة العربية السعودية من الجزائر. أعتقد أن توجيه أو رقاع الدعوة بدأ توجيهها بالجزائر. سألتني عن الرئيس بشار سيحضر، من عدم ما في رأي أن هناك حرص سعودي على تمثيل أصحاب الجلالة والسمو والفخامة العرب في هذه القمة، مع ترك قرار سيادي بكل تأكيد لكل دولة بأن تختار من سيمثلها، لكن واضح لي كمراقب بأن هناك حرص سعودي بالفعل على تمثيل أصحاب الجلالة والسمو والفخامة في هذه القمة بما فيها الرئيس السوري. طيب. السوري بشار الأسد. أوكي. النقطة التي أريد أن أشير إليها أيضا وأن تتحدث معها فيها مع معالي الوزير، واضح بالفعل أن السعودية تحرص تمام الحرص على تجسير العلاقات العربية العربية، ترميم البيت العربي، معالجة الأوضاع العربية بمبادرات عربية أو بأخذ زمام المبادرة عربيا، بعيدا عن الآراء الغربية أو الاستقطابات الدولية أو الخارجية، لا أقول الغربية بس لكن عن الاستقطابات الدولية أو الإقليمية. والدليل على ذلك أن هناك يعني الاجتماع الخماسي الذي أشار إليه معالي الوزير، والاجتماع الذي انعقد في جدة وفي عمان، كلها حرصت على أن تكون هناك حل عربي للأزمة السورية، حتى نقول للأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الغربية بأن لدينا حل، كنتم تطالبون الدول العربية بأخذ زمام مبادرة لحل قضاياها، اليوم لدينا حلول لقضايانا إن كنتم جادين بالفعل في معالجة قضايا المقطع، عليكم أن تقدموا الدعم الحقيقي. مسألة التوقف عند القوانين التي فرضت والتمسك بالحل النهائي، أعتقد أنه لن يقدم حل حقيقي للشعب السوري. 12 عام حتى الآن لم يرى الشعب السوري أي بصيص أمل، ولما لا نجرب الحلول السياسية التي تتماشى مع التوجه السعودي الجديد القائم على معالجة كل قضايا الخلاف، وليس تبنيج الخلاف أو ترحيل الخلاف، بل معالجة كل قضايا الخلاف بما فيها الشأن السوري، الذي أتفق معكم بأنه بالفعل جاء في ظلال الاتفاق السعودي الإيراني في بكين، والذي أرى أن المنطقة تقطف ثمار هذا الاتفاق إن كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، لكن الأهم أن هناك زخم إيجابي عما المنطقة. طيب أستاذ مبارك، يعني جيد أنك يعني تتفق مع معالي الوزير على أنه الاتفاق أيضا الإيراني السعودي الذي حصل في الصين، وأيضا التحولات الكبرى الحاصلة في السعودية، المجاهرة بعدم القبول بأي تدخل خارجي، التغييرات الداخلية التي حصلت، بالنهاية جاء التوافق مع سوريا في سياق كل هذا المشروع الذي ربما يحمل اسم رؤية السعودية 2030، وسمعت أنه قد يصبح رؤية السعودية 2040. طيب الآن مقابل الانفتاح الكبير على سوريا، وقد يحضر الرئيس السوري القمة، في ضبابية جدية حول الموقف السعودي حيال لبنان ورئاسة الجمهورية وتحديدا سليمان فرنجية. آخر المواقف المعبر عنها أنه نحن لا نؤيد ولا نعارض، فليأتي الرئيس ونحكم على عمله. هذا يحمل يعني كسيف ذي حدين كما يقال، من جهة لا يوجد تأييد، من جهة ثانية أنه إن لم يكن جيدا فنحن سنواصل المقاطعة عمليا.
تابعت ما قال معالي الوزير بالفعل، لكن وقدر يعني دبلوماسيته وموقفه الذي قدمنا، لكن اعيد التذكير بالزياره التي قام بها الوزير الايراني عبد الله يان، ومن ثم الجوله التي قام بها السفير وليد بخاري خلال هذا الاسبوع. كلاهما لم يشر بشكل واضح عن تأييد أو رفض سواء سليمان فرنسية أو غيرها من الزعمات، فقط فرنسا التي كانت ولا زالت كما قال الزميل قبل قليل تتمسك بسليمان فرنسية، لكن الواضح أن لدى السعودية توجه واضح من خلال وضع قوت أو قائمة بالمطالب التي أرى أن معظم الدول العربية تطالب هذه المطالب المحقة أو الشرعية التي تصب في المحصلة النهائية تحقيق المصلحة اللبنانية والاستقلال اللبناني والسيادة اللبناني وعروبة لبنان. النقطة الأخرى أيضا أرى أن هناك حرص سعودي بالفعل على تحقيق النزاهة السياسية والنزاهة المالية بكل تأكيد هو الشأن اللبناني، لكن حتى يكون هناك مساعدات حقيقية سواء تنموية أو إنسانية أو اقتصادية، بكل تأكيد أن السعودية حريصة كل الحرص على أن الأموال التي تدفع والتي أخذتها من دافع الضرائب السعودية حريصة على ان تكون على ان تتوجه الى أوكي. ما يصب لمصلحه الشعب اللبناني وبشكل واضح وجلي ودون ان يكون هناك اي ضبابيه من اي مسؤول لبناني. لذلك كان الحرص السعودي بالفعل على ان من يراس لبنان يجب عليه ان يتحلى بهذه المواصفات او المطالب. اوكي، خليني اطرح سؤال الان على معالي الوزير.